طب هنروح للخضر الصغير 2005، وطبعا اكيد قول لي الاول استقبال اللعيبه ليك في 2005 كان عامل ازاي؟ طبعا استقبال جميل، ان اللعيبه كلها محترمه. لما بنزل التمرين بيفضلوا يتكلموا معايا، العب كرتك عاديه ما تخافش بس. وكريم حامد طبعا بيفضل يتكلم معايا كتير، وانس وهشام وحسن كلهم بيتكلموا معايا طبعا، العب كرتك العاديه ما تخافش كده يعني. طب قول لي مين من اللعيبه ال 2005 اللي قلت يا الواد ده لعيب جامد جدا؟ طبعا انت شفته بقى في تدريبات، بقالك كم تدريبه دلوقتي؟ بقالي اسبوعين. اسبوعين. عايز بقى لعيب كده ايه اشوف عينك الخبيره بقى. طبعا كريم حامد طبعا لعيب كبير جدا، وانس، في لعيبه كتيره 2005 لعيبه كبيره قوي، وطبعا هشام مدافع جامد جدا، والحصري، والحصري. الحصري نسيت الحصري، ده انت ميسي، ده الحصري ميسي. ميسي فعلا. يعني حتى الحصري ده يا جماعه لعيب ان شاء الله هيبقى لعيب فريق اول، لعيب كويس قوي لو حافظ على نفسه بشكل كويس. حتى النهارده كنت قاعد معاه في البيسين، فبقول له انت بتحب ميسي؟ بيقول له قلت له انت لعبك زيه بالظبط والله. والله. وحسن طبعا باك ليفت جامد قوي. في لعبة كتيره جدا في الفرقه عجبتني. 2005 فرقه محترمه يعني. جدا. وفي منتخب ليها السنه دي على فكره، اعتقد بيعملوه اليومين دول او هيعلنوا عنه اليومين دول في اتحاد الكوره يعني. ال هروح للخضري الكبير بقى. خضري انت حكيت لي على حاجات كتيره، لكن عايز اعرف انت عملت 4 ماتشات مع الفريق الاول. السؤال اللي بساله للعيبه اللي صعدت فوق ليه؟ لان مهم جدا نعرف ما يحدث في كواليس الفريق الاول، خاصه في المباريات ايه المهمه او الاقل اهميه. نفس الاحساس ونفس التركيز ونفس الشعور، ولا الامور بتختلف معاكم من قبل الجهاز؟ يعني مثلا مباراه المقصه ما كانش الدوري اتحسم اعتقد. لا لا، كان لسه في الاول. برافو عليك. المحاضره اليوم بالظبط بتاع الفريق الاول، من اول ما دخلت المعسكر لغايه لما خرجت منه، احكي لي كده اللي بيحصل. بص، هو مع مستر فيريرا ما عندوش هزار، ما عندوش هزار خالص. يعني احنا بنبدا يومنا ازاي؟ بنتمرن في النادي هنا، بعد كده بنروح على المعسكر. العشاء 8 ونص، كلنا 8 ونص على العشاء. تاخير خصم. المحاضره 10، تبقى 10 في المحاضره. هو ما عندوش هزار. هو النظام ده بصراحه هو اللي منجح الفرقه. اللعيبه مع بعض بهزار خفيف يعني، يعني بيحبوا بعض بصراحه. انا كنت اول مره اخش معاهم معسكر، كلهم بيحبوا بعض والله. والله كهزار بقى وكل حاجه. تاني يوم، تاني يوم بقى بنبدا في افطار. عايز تنزل تفطر انزل براحتك، بيبقى فري يعني. بيبقى فري. الغدا بقى بيبدا الساعه 1:30، تنزل 1:30 بالظبط. بعد كده الكوفي بريك الساعه 6، بتنزل تاخد الكوفي بريك بتاعك. بعد المحاضره، بعد المحاضره بنطلع على الاستاد بقى على طول. بيعمل محاضره بالليل قبلها بيوم ولا طبعا المحاضره المحاضره بتبقى قبلها بيوم. المحاضره اللي قبلها بيوم دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى عباره عن ايه؟ بيتكلم بقى على، يعني هو بيفهمنا الفرق اللي احنا هنلاعبها بتعمل ايه. بجد يعني انا اول مره اشوف محاضره كده. يعني انت بتنزل الملعب بتكون انت عارف بتعمل ايه. العبقري بصراحه الفرقه اللي بتلعبك، بيحفظ كل واحد دوره بالظبط. بالظبط. يعني انت بتلعب مثلا المقاصه، بتعرف هي هتهاجم منين، ايه المميزات بتاعتها، ايه المميز، يعني اللعيب المميز فيها، بتعرف كل حاجه، ايه الكورنر اللي بيعمله مميز. ده بالليل. ده بالليل ده. بيفهمك كل حاجه. قبل الماتش بقى بيقول لك التشكيل، التشكيل والكورنر اللي انت هتعمله بس، والفاولات والحاجات دي والكورنرز الامثله ليها يعني. كلها. ده بيطبق قبل التدريب، قبل المباراه بيوم، او في التمرين. في الملعب اكيد. في التمرين اكيد. وانتم مميزين على فكره ما شاء الله، الفريق الاول دلوقتي في الضربات الثابته. سبع مجيد جاب 6 بونت، وعندك الونش، وعندك عبد الغني، بن شرقي، كل دول احرزوا اهداف من كور ثابته. طبعا ده بص، اهدافنا من كور ثابته ده يعني ان كنتوا بتتمرنوا عليها بشكل جيد يعني. لا لا، طبعا كور ثابته عندنا مميزه قوي.